نكمل معا لأهم أسئلة القدرات من عام 1440 الاختبار الورقي. بيقول في هذا السؤال المتكرر: صندوق به 60 تفاحة، بين كل 12 تفاحة فيه 8 تفاحات صالحة، فما عدد التفاح الفاسد في الصندوق؟ طبعا أنا عارف إن هذا سؤال متكرر، بيقول عندي الصندوق فيه 60 تفاح. طيب بين كل 12 تفاحة، يعني بين كل درزن 12 حبة في كام؟ في 8 صالحة، بس هو عايز الفاسد، يبقى بين كل 12 8 صالحة، يبقى في 4 إيه؟ 4 فاسدة. طيب الصندوق اللي فيه 60 لو قسمته الآن إلى 12 كم مرة 12؟ 60 تقسيم 12 هيعطينا 5. يبقى أنا عندي الآن 5 من الصالح، لو قال لي هات الصالح أضرب 8 في 5 هيعطينا 40. طب لو قال لي عايز الفاسد يبقى أنا أضرب الأربعة في 5 هيعطينا 20 وأختار د. مع سؤال آخر بيقول لنا: أب وثلاث أبناء مجموع أعمارهم 66 عاما، كم مجموع أعمارهم بعد مرور 5 سنوات؟ في خطأ هنا شائع، الناس تجمع 66 وعليها 5 ويعطينا 71، طبعا كلام غير صحيح. إنما هم أربع أشخاص، بعد مرور 5 سنوات يبقى كل واحد كبر 5 سنوات، يبقى لازم أضرب الآن 4 في 5 يعطينا 20 عشان هم أربع أشخاص. آخد مجموع أعمارهم اللي هو 66 وأجمع عليه الزيادة اللي هي 20 عام هيعطينا 86 وأختار جيم.